رحب بحضراتكم من جديد، وصلنا لفقرتنا الأخيرة، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، العلاقات الأسرية. يعني إيه علاقات أسرية؟ لو اتكلمنا من البداية واتكلمنا على فكرة الاختيار، وتم الاختيار وحصل الزواج، وبدأت تكون في بعض الاختلافات، وبعض الاختلافات دي بتكون بعض ساعات لبعض المشاكل اللي بتكبر في وقت من الأوقات. إزاي تكون في بيننا علاقات ناجحة؟ إزاي العلاقات دي تتبني؟ وإزاي النجاح يكون ملموس؟ يعني إزاي يكون في لغة تفاهم؟ إزاي إن يكون في قيادة ما بين الراجل والمرأة؟ وبعض المشاكل ليه كمان برضو بنلاحظ في السنة الأولى دايما الأمور بتتفاقم، والأمور ممكن توصل لمرحلة إن تحصل مشكلة كبيرة جدا ما بين الطرفين. هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة أكتر. بيسعدني ويشرفني يكون موجود معايا في الاستوديو القيمة العلمية الكبيرة دكتورة زينب أحمد، استشاري العلاقات الأسرية. دكتورة منورانا دايما في صباح مين. نور حضرتك، أنا اللي بسعد وبشرف بحضراتكم جدا. ربنا يخليك يا فندم. يعني إيه علاقات ناجحة؟ يعني إزاي أفكر إني بيني وبين زوجتي أو بين راجل ومراته في أسرة وعندهم أبناء، إزاي يكون ما بينهم علاقة ناجحة؟ شوف، خليني أقول لحضرتك على حاجة. أساس أي علاقة ناجحة الحب، المودة، الرحمة. نحن نقعد نفتكر لبعض الحاجات الحلوة، إن إحنا نبقى عايزين نكمل. فكرة إن إحنا عايزين نكمل، مش كل حد فينا بيرمي التاني عليه الحمل أو الغلط يجيبه على التاني، أو ندور نقعد ندور مين الغلطان ونسيب المشكلة الأساسية اللي إحنا أصلاً عايزين نحلها. لا، أنت الغلطان، لا أنا، ونقعد نتسابق في إن مين هو الغلطان. لا، هو الهدف مش كده، هو الهدف حل المشكلة. مين فينا الغلطان؟ مش هي دي المشكلة. المشكلة إن إحنا ما بنتعلمش من غلطنا، المشكلة إن إحنا ما بنعترفش إن إحنا غلطانين، ومشكلة إحنا ما عندناش ثقافة الاعتذار. ما نجيش لما نغلط نعتذر، لا أنا أعتذر وأقول أنا آسف، وما كانش ينفع، وأنا اللي أقول، وأنا اللي أبدأ بالسلام، وخيركم من يبدأ بالسلام. مش بس كده، يعني ثقافة الاعتذار والله مش بتقلل مني أبدا، بالعكس دي بتكبرني، وبتكبرني قوي، وبتخليني يعني كبير وعالي وسامي، وبتخليني هي كمان تفتكر، او هو يعني الغلطان، انا بتكلم على الطرفين، هي او هو، يعني يفتكروا البعض، لا هو المره اللي فاتت جه وصالحني، فالمره دي دور عليا بقى انا اللي اصالح. وبتخلي بينا، عارف الرصيد بتاع الحب ده، العشره الطيبه والذكريات الحلوه والحاجات الجميله اللي بينا دي، اللي بتخلي الحياه تكمل. دايما نحط اولادنا قدام عينينا، ونفهم كويس قوي ان ابني هيشوفني بزعق هيزعق لمراته او لاخته، بعد كده هيشوفني بتعامل برحمه وبحب وبذوق وبرقي في التعامل، هيتعامل نفس التعامل، لان احنا هو ستاند باي لاي حاجه، هو قاعد مترصد، هو بيقلد تقليد اعمى، هو شايف بابا ده مثل اعلى، هو بابا ده اكيد صح في كل حاجه، فخلينا صح بجد في كل حاجه. صح. اللي اقوله اعمله، واللي اعمله اقوله. صحيح. يعني ما يبقاش كلامي حاجه وتنفيذي حاجه ثانيه خالص، عشان نقدر نكمل مع بعض. صحيح. دكتورة، رأي حضرتك غلط، أنا شايف إن أنا رأيي صح طول الوقت، وحضرتك شايفة رأيك صح، بس الحقيقة أنا اللي رأيي صح. ثقافة الاختلاف، يعني دايما الناس عندها مشكلة إن الناس لما تختلف هي دي المشكلة، محدش بيقدر يفكر إن ثقافة الاختلاف تكمن في التكامل، لأن إحنا بنكمل بعض باختلافنا. شايفة ده إزاي دكتورة؟ هو الاختلاف ده أساس حياة، هو ربنا خلقنا مختلفين بالمناسبة، وإحنا في فروق فردية بينا في كل حاجة، حتى التوائم. انا نفسي في فروق فيا، يعني لما تيجي تكلمني في وقت انا اكون فيه مبسوطه هرد على حياتك رد، غير لما اكون فيه متضايقه، غير لما اكون فيه تحت ستريس مثلا، غير لما اكون فيه نايمه، غير لما اكون فيه مش مركز. يعني انا نفسي في الوقت الواحد ممكن ادي حياتك كذا رد، وانا نفس الشخص، فما بالك بقى لما بيكون مثلا افراد مختلفين، لينا افكار غير، ثقافتنا غير، اتعلمنا تعليم غير، اتربينا تربيه غير، ثقافتنا، نشاتنا الاجتماعيه غير، فما بال حضرتك كده. فعشان نوصل لهذا الوسط وهذا الحل مع بعض، لا احنا بنعمل مجهود، لازم تعمل مجهود عشان نقدر نفهم بعض. في اختلاف في الطباع واختلاف في الثقافات لازم نكون مؤمنين بيها، وانا ابقى مديله العذر دايما، ملتمساله ان هو لا هو فارق عني شويه، يعني هو مختلف. هي كمان هو يفكر بنفس الطريقه، لا هي برضو اكيد ما تربش نفس التربيه، اكيد المدارس كانت مختلفه، اكيد الفكر مختلف، اكيد الثقافه والخلفيه مختلفه،
يعني خبرات الحياة العملية كمان طبعا، والمواقف الحياتية اللي كل يوم بتمر بكل حد فينا، أنا أتناولها بشكل وحدك تتناولها بشكل آخر وغيرنا يتناولها بشكل ثالث. فدايما في ثقافة الاختلاف لازم نحترمها، والتعددية الفكر دي أمر مفروغ منه، هو الأساس اللي احنا خلاص احنا العالم كله قرية صغيرة. يعني موضوع ان احنا لازم نقبل كل الاختلافات في الشكل، في الجنس، في النوع، في كله لازم نقبل الاختلافات. طيب في الفترة الأخيرة في بعض الأفكار اللي يعني مروج ليها عبر وسائل الإعلام ان الراجل ما بيغلطش، الراجل طول الوقت صح، وبعض الأفكار ده فيما يخص الراجل لما يتكلم عن الراجل، أو فيما يخص المرأة لما تتكلم عن المرأة، المرأة ما بتغلطش. مين فيهم اللي نقدر نقول صانع للمشاكل أو صانع للاختلاف أو بيسعى لفشل العلاقة ما بين الزوج والزوجة؟ طيب هو ما ينفعش نقول مين، يعني هو أولا على حسب الموقف وعلى حسب يعني المشكلة كانت عاملة ازاي وطريقة عرضها وتناولنا احنا ليها عامل ازاي، عايزين نحلها ولا مش عايزين، ولا كل واحد بيشوف مين الغلطان بس. يعني هو الفكرة ان احنا نوصل لحل، مش موضوع ان احنا نقعد كل واحد فينا يفضل يلقي اللوم على الاخر وفي الاخر ما نوصلش لحل ومفيش حد فينا سبب. تيجي نقلب الموضوع ونقول ازاي نحل، مين اللي يحل بقى؟ صح، انا اللي احل ونتسابق في الحل. مش فينا، مش فكره بقى ان احنا نقعد ندور على مشكله ونختلق المشكله ونفضل نفتكر نقعد تقعد تعمل ضغينه، لا احنا نحل المشكله ومش هنسيبها تطول. بالمناسبه لما المشكله بتطول بتسيب رواسب طبعا. يعني ما ينفعش يعني يوم يعدي عليا وانت تزعل مني، ما ينفعش، لازم نتصالح باي وسيله كانت. نختلف ماشي، لكن مش هنتخانق، مش هنبقى في خلاف بينا. وارد قوي ان احنا نختلف في الراي، وارد قوي ان احنا يحصل فيه بينا مشاده، يحصل فيه بينا يعني ممكن نكون مش متفقين في حاجه، ولكن ده مش هيؤدي لمشكله كبيره وخناقه وصوت عالي ومشاكل كبيره وقدام الاولاد كمان وتبقى مشكله اكبر. خليني اكد على نقطه قدام الاولاد دي، احنا ما ينفعش اصلا نتكلم قدام الاولاد على اي مشكله، اي مشكله. مش هقول لك خناقه بصوت عالي، لا، احنا ما ينفعش نحملهم فوق طاقتهم، نتكلموا على مشاكل الماديه قدامهم. هم يا حرام عندهم مشاكل تحصيل دراسي وعندهم مشاكل في المدرسه هم شايفينها قد كده، هم كمان كبيره. احنا بلاش نتعبهم اكتر، بلاش نحملهم فوق طاقتهم. الولاد بيتربوا عندهم عقد نفسيه، حاسين ان هم عبء على الاهالي، حاسين بالتنمر، حاسين ممكن يحسوا بالانعزاليه، خلاص انا مش عايز اصحاب، انا مش عايز اصدقاء، انا عندي مشاكل طول الوقت. مفيش جو اسري بيسودوا الود والتعاطف والدفء، فيش الجو ده. صحيح. بالتالي الولاد هم عندهم مشاكل نفسيه، احنا مش حاسين، احنا فاكرين ان احنا مجرد ما لبينا لهم احتياجاتهم وحلينا مشكلتهم الماديه وديناهم مدرسهم الموضوع خلص. لا، هو الموضوع مش كده خالص. زي ما بقول دايما احنا مش ATM، لا، فكره ان احنا نطبطب على ولادنا يحسوا بحناننا. فكره الطبطبه دي والله يعني قد ايه بتسيب اثر نفسي طيب للاولاد. صحيح. قد ايه بتحسسهم ان انا مسنود، اني انا ليا ظهر اسمه بابا وماما. لما توجع قبل ما اقول هم حاسين بيا، هو بس الاب يبص في عين ابنه يعرف هو مبسوط، هو زعلان، هو شبعان، هو حد مضايقه، هو حد يعني في مشكله بيمر بيها. لازم الحاجات دي الاب يكون اول حد، والام يكونوا عندهم الابزرفيشن عاليه قوي. صح. حاسين باولادهم، انا بحس بيه هو مش معايا اصلا. لازم تبقى اول رساله على واتساب مني انا كأم وأب، ابعت له صباح الخير، عامل ايه، طمني عنك. الحاجات دي بتحسس الولد ان هو يعني طول الوقت لا انا مهتمين بيا، خايفين عليا. مش بس كده، لا، ده انا بابا وماما كمان مدركين للسوشيال ميديا اللي هي الحاجات الجديده. دكتوره، لما بتتم الشراكه او بيتم الاتفاق على تكوين اسره، بنود الاتفاق اللي بيتم ما بين الرجل والمراه في بدايه اسره جديده يعني ويكون في كيان، الشروط والبنود اللي بتبقى موجوده اللي ممكن على اساسها تكون علاقه اسريه ناجحه. طيب هو احنا اول ما بنيجي يعني نتقابل في اول ايام الخطوبه، انا بس حابه يعني نبقى حقيقيين بما تحمل الكلمه من معنى، حقيقيين، ما نكونش فيك، ما نكونش مزيفين، ما نكونش متلونين، ما نبينش احلى ما فينا او اجمل ما فينا، لا، نكون حقيقيين حقيقي. شوفني في كل حالاتي، وانا متعصبه وانا مبسوطه، وانا اشوفه هو معاه فلوس وهو مش معاه فلوس، وهو متضايق وهو صاحي من النوم وهي طالعه من المطبخ، اشوفها في كل حالاتها. وانا اللي اقرر وهو اللي يقرر هنكمل ولا لا، هيتحمل ظروفي ولا لا.
مواقف حياتية تحصل وأنا مريضة وأنا عيانة وأنا أهلي عندهم ظرف هيقف معايا راجل ولا لأ، هي هتتحمل ظروفي وأنا مش معايا في النهاردة معايا بكرة مش معايا، هيتحمل ولا لأ، هتقف معايا في ظهري ولا لأ. لازم نكون كده من الأول، نتفق من الأول على الحاجات دي، بالإضافة إلى إن إحنا لازم يكون في فكرة التوافق adjustment ما بيننا الأسرتين، يبقى في توافق بينهم، توافق اجتماعي هي وهو كمان، أنا بتكلم على الأسرة يبقى في بينهم توافق هي وهو كمان يبقى في توافق فكري علمي سني عمري، في توافق كمان في الثقافة، لازم نكون على قدر من الثقافة قريب من بعض، توافق في العلم كمان، لازم نكون إحنا نقدر يعني عندنا نوع من أنواع التفاهم، نتخانق مع بعض ونزعل ونختلف، نشوف بقى يعني احنا لما بنختلف بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هنقدر نكمل ولا لا؟ صحيح. هنوصل لغايه فين باختلافنا؟ او حتى بخلافنا هنوصل لغايه فين؟ هتقول له مثلا يعني خلاص ننفصل ولا مش هنعرف نكمل ولا هنعافر وهنقع وهنقوم وهنرجع نعافر تاني وهنرجع نقع تاني برضه هنرجع نقوم تاني. هي دي سنه الحياه. طيب. ان احنا طول الوقت في صراع. ليه دايما بعد كل الاتفاقات واللي حضرتك قلتيه خلاص احنا عرفنا قدرات كل واحد وكل شخص هيقف مع التاني سواء الراجل او الست، ولكن دايما وانا بشوف ده بشكل عام كمان في مجتمعنا دايما السنه الاولى بتكون صعبه. ايوه. بالرغم ان احنا اتفقنا وبالرغم ان احنا عرفنا ظروف بعض وعرفنا اطباع بعض، ولكن انا مش عايز اقول التعبير ان بقت في موضه دلوقتي، موضة مخجلة ومحزنة، ان في زمان كان ممكن يحصل انفصال في السنة الأولى، لكن دلوقتي بقت في موضة ممكن يحصل انفصال من الأسبوع الأول ولا الشهر الأول، حاجات غريبة يعني، لما الواحد يقعد يفكر بينه وبين نفسه لما يحصل انفصال في الشهر الأول ده تقريبا لسه الاتنين معرفوش شكل بعض، مش معرفوش أطباع بعض، ليه دايما الأيام الأولى أو السنة الأولى بالتحديد بتكون صعبة؟ طبعا مشاكل سنه اولى جواز اللي كلنا بنتكلم عنها، مشاكل سنه اولى جواز اللي هي ان احنا بيبقى عندنا خلاص احنا عملنا كل حاجه في ايام الخطوبه، خرجنا واتفسحنا وانبسطنا و و و و ما بقاش في حاجه، لما بيبقى يحصل هذا الفتور العاطفي على الرغم المفروض يحصل العكس، احنا خلاص بقينا بيت واحد ما فيش بيننا وبين بعض حواجز، بنقابل بعض على طول، بنشوف بعض على طول، يعني بنخرج بنروح بنيجي، لازم المفترض ان العلاقه تقوى، لا هي العلاقه بتضعف تضعف علشان خاطر احنا ما كناش من الاول شايفين بعض صح احنا من الاول مش يعني ما دخلناش جوا بعض قوي، ما فهمناش احنا عايزين، كل حد فينا عايز ايه من التاني، ما قعدناش قعده صريحه فيها نوع من انواع الوضوح، بقى انت عايز مني واحد اتنين تلاته، وانا كل حد فينا المفترض اللي هو الاساس زي ما قلت لحضرتك المحبه والموده. طيب. لما بحب وببقى بحبك قوي ببقى عايز ارضيك، لو احنا الاثنين سعينا لده انا عايز ارضيك وانت عايز ترضيني، الحياه هتمشي في استقامه، لكن احنا ما بنبقاش عاملين كده من الاول، احنا خلاص هدفنا الجواز، لبسنا الفستان الابيض، لبست البدله الشيك، عملت الفرح في مكان واو، خلاص انا عملت كل حاجه، خلاص يبدا بقى كل الحب والحاجات اللي كانت في الاول تهدى تماما، ويبدا بقى الفضولات، خلاص بقيت معايا ضمنتها وهي ضمنته. صحيح. تبقى كارثه طبعا. لا هو الموضوع مش كده، احنا لسه بنبدا. صح. لسه هنبدا حياه ونكون اسره ولسه هيبقى عندنا اولاد، لازم يكون عندنا هذا الحماس طول الوقت، لازم نحاول نرضي بعض، نثبت لبعض اني انا بحبك بجد، اني انا طول الوقت احاول على قد ما اقدر يعني اسعدك وانت كمان تسعد. صحيح. نتكلم مع بعض كلام طيب، يبقى في بيننا وبين بعض حوار، ما نسيبش الموضوع كده، مش كل واحد فينا يبقى مشغول في الموبايل مثلا ما نتكلمش، فكره ان مفيش حوار بيننا دي كارثه. دي كارثه ان احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعض، انا اعرف اسر واعرف ناس بيتكلموا بعض على الواتساب، هنتغدى كذا النهارده ويتكتب له ويكتب، لا كارثه. احنا وصلنا لهذا الفتور، لهذا مفيش علاقه اصلا. طب احنا مخرج زوجي طبعا وطلاق صامت كمان. طب احنا متجوزين ليه؟ يعني ولو كده طب كل واحد فينا خليه في بيته ومامته تخدمه يبقى افضل، يعني احنا ازاي بنكون اسره؟ دكتوره في بعض المشاكل اللي بنسمعها ونلاقي كلمه اصل هو بيعمل، هو عمل، هو سوى، هو عنده، هو عنده، ده فيما يخص المراه، فيما يخص الرجل هي عملت هي سوت وخلاص بيوصلوا لمرحله خلاص. بحس بعد كده ان الغلطه اللي بعد كده لما يكون في شخص تالت بيتخش في الموضوع، تبتدي الاسرار تطلع بره البيوت وخلاص هم وصلوا مرحله مش قادرين يتواصلوا، كل واحد بيحاول يقنع نفسه انه عايش عشان خاطر الابناء، عشان خاطر الاولاد،
ويكتشفوا هما الاثنين مع الوقت ان الاولاد كمان بيضيعوا. طبعا تاثير هذه الخلافات على الابناء. طيب هو انا اصلا في الاساس برفض بصراحه تدخل القرايب او الحموات او وات ايفر، يعني الطرف الثالث اللي بيدخل انا برفضه تماما. احنا كبار بنفيه الكفايه، قادرين نحل مشاكلنا بنفيه الكفايه. اولا ما تقولش للطرف الاخر لان هو هيشيل، يعني سواء او انا هيشيل حد، واحنا ممكن نبقى خلاص الحياه بينا على ما يرام وهو لا زال شايل كأم. طبعا زعلانه على ابنها او محموقه على ابنها او بنتها، فهتبقى لا زالت شايله. ليه نحملهم كده واحنا ممكن نتبسط مع بعض بعد كده؟ ليه نعمل ده؟ دي حاجة. الحاجة الثالثة هو هيخش وهو يعني محمل بقى بالكلام ومتضايق علشان خاطر ابنه أو بنته، فهيبقى متحامل على الآخر، فهيبقى هدفه يعني إنه يبين بقى كل واحد يعتقده العنجهية، لا ده ابني لا ده بنتي، وتبدأ الحياة تبقى فيها مشاكل أكبر تصل إلى حد الانفصال. طب إيه إحنا بنوصل لده؟ زي ما بقولت لحياتك من الأول، إحنا مشاكلنا نحلها بإيدينا. ما ندخلش لا بابا ولا ماما، يتصلوا بينا احنا زي الفل ما فيناش اي حاجه. بيدخلوا امتى؟ لما تتفاقم المشاكل، يحصل فيه استحاله للهجره، خلاص وهنبدا بقى يبقى فيه استحاله للهجره. حط تحت كلمه استحاله دي 10 خطوط. صح. استحاله يعني في ما فيش معيشه بينا خلاص، لكن بما ان مشاكل عاديه والامور تعدي، لا احنا اللي نعملها بايدينا، مش لازم ندخل بابا وماما في الموضوع، مش لازم نحملهم فوق تد. هم كمان عندهم مشاكل بما فيه ويفيض يعني وكفايه. فخلينا احنا كابناء احنا خلاص كبرنا نحل مشاكلنا بايدينا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بلاش ندخلهم علشان خاطر مش بس هشيل منك، لا ده انا كمان هوصل لمرحله ان يحصل انهيار المجتمع. طبعا ما انا كل مره هبدا مشكلتي ومشكلتك ومشكلتك، انهيار، مفيش تماسك. صح. في المجتمع. صح. وبالتالي تصدع بقى، يعني يبدا اي حد يلعب في افكارنا، يبدا اي حد. طبعا. نبقى سهل الانقياد، سهل الاستهواء، فده احنا كله في غنى عنه. طيب دكتوره خلاص، علشان احاول احافظ ان ما يكونش في خلافات بيني وبين الشخصيه اللي هرتبط بيها، خلينا نرجع لورا قوي بقى. فكره الاختيار ومعايير الاختيار دلوقتي طالعه موضه. كانوا زمان اهالينا كانوا بيقولوا حاجات غريبه جدا، لما يجوا يسالوا على الشخص سواء البنت او الولد، كانوا يبداوا في البدايه يقولوا فلان ابن فلان من عيله فلان، فلان المتدين، فلان المؤدب، وبعد كده في بعض الامور اللي كانت ممكن تتذكر او ما تتذكرش. في الوقت اللي احنا فيه فلان عنده ايه، فلان عربيته ايه، فلان، ويبتدي يقول كل حاجه وبينسى اهم حاجه، ان هو يكون ابن اصول، ان هو يكون على قدر من التدين، وانه يكون على قدر من الخلق. انا بتكلم على الاساسيات ممكن ما تتقالش، يعني اهم حاجه عنده ايه، بيجيب فلوس، معاه شكله، عربيته، شكله، وخلاص. معايير الاختيار يا دكتوره. طيب خلينا في البدايه بس نقول ان احنا لما بنيجي نختار بنحط قدامنا كده، نقعد نجيب صفحة بيضة كده وبنكتب فيها أول حاجة، أول شرط الدين. طبعا أول حاجة الخلق، هو لو عنده دين هيراعي ربنا فيه، هيتعامل زي ما قال ربنا، يعني هيتعامل معايا زي ما قال ربنا، هيحافظ عليا، هيحترمني، هيقدرني، مش هيهني، مش هيهمشني، مش هيقلل من قيمتي. يعني الدين أساس في التعامل. تاني حاجة زي ما قلت لحضرتك، فكرة إن الدية في العائلات، فكرة التوافق بينا في كل حاجة من أول الأسرة لغاية الدماغ والأفكار والمعتقدات وكل حاجة. تالت حاجة إن إحنا نكون مع بعض في بينا وبين بعض تفاهم، يبقى في بينا وبين بعض حوار، لما نيجي نختلف هنشوف هنوصل لغاية فين، وتبقى دي فترة للاختبار. يعني هو هيبقى عامل معايا إزاي بعد كده؟ أنا هبقى عامل معاه إزاي بعد كده؟ هنكمل، هنقدر نستحمل ولا لأ؟ دايما نفتكر لبعض الحاجات الحلوة، يعني دايما كده أفتكر له حاجات كويسة عشان الأمور تمشي، هي كمان تفتكر له حاجات كويسة. صحيح. عشان الأمور تمشي، دايما الكلمة الطيبة صدقة، دايما أقول كلمة حلوة، تسلم إيدك، شكرا، أفاجئك، أقول لك بحبك من غير مناسبة، أجي كده أقول لك أنا على فكرة يمكن بقالي كتير ما قلتش بس أنا حقيقي بحبك. هتفرق قوي. إيه تسلم ايدك، ايه الاكل الحلو ده؟ هو ممكن يكون زايد ملح ولا ناقص ملح وحالته صعبه يعني، تقول لها تسلم ايدك، تعبتي نفسك وعملتي الاكل وجيتي على روحك وانت تعبانه على راسي. الكلام ده يعني بيطيب الخاطر، بيطبطب، بيبقى بيسيب زي ما قلت حضرتك كده اثر جميل على النفس البشريه. بنقعد احنا عشان احنا عايزين نبني حياه، مش عايزين نهدمها. احنا دايما نتعامل بالشكل ده. دايما لما نيجي نختار كمان نختار ابن الاصول الراقي،
اللي معدنه نفيس، اللي مش هيبهدلني في يوم من الايام. لما نيجي نختلف لا هيروح لبابا وماما يقول لهم احنا صحيح. مش متفقين، لكن مش هيقلل مني، مش هيتعامل بعنف معايا، مش هيأذيني ولا نفسيا ولا بدنيا ولا هيقول كلمه خارجه عن صحيح. الاطار. يعني لازم نبص في حاجات كده فيما بعد، حتى لما نيجي هنختلف هنبقى عاملين ازاي مع بعض. وقف معايا في مواقف، افتكر المواقف طبعا. دي يعني الحاجات اللي هي بتخلينا نكمل ونعيش. ممكن يا دكتورة الموضوع يعني كبير جدا، يعني العلاقات والتفاهم والارتباط والاختيار حاجة كبيرة جدا، وحضرتك يعني أسرتينا بطريقتك وبأسلوبك الشيق، ولكن الوقت دايما بيجري بسرعة واحنا بنتكلم عن علشان مع حضرتك. ربنا يخليك يا دكتورة، دايما منورانا ومشرفانا، وإن شاء الله هتكوني معانا كمان يعني مرات كتيرة في مواضيع مختلفة تربوية بحديثك الشيق يعني. أشكرك جدا دكتورة، والحديث بقية القيمة العلمية الكبيرة دكتورة زينب أحمد استشاري العلاقات الأسرية. خليني أختم بكلمتين قالتهم الدكتورة حاجة مهمة جدا. أساس العلاقات هي في البداية أن الشخص يكون يعرف ربنا، يراعي ربنا في اللي معاه، الرحمة والمودة والاختيار المناسب، والناس تسمع بعض، وكل حاجة في الدنيا بعد كده تكون سهلة. كل شيء مر بيمر، بس لازم الناس تحافظ على بعضها. أعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا النهاردة، استنونا بكرة قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح مين.